دوام 8 ساعات، اكتشف السر. الفكرة جاءت من مصر عندما ذهب الأوروبيين لاستكشاف الهرم والثورة الزراعية في مصر وآلية العمل قبل الثورة الصناعية الأوروبية في القرن 16 لمعرفة عدد ساعات عمل العمال في مشروع بناء الهرم، واكتشفوا أن عدد الساعات يمكن تطبيقه في أوروبا لخدمة الثورة الصناعية. وفجأة أخذت بريطانيا فكرة ساعات العمل، وبدأت شركة الغزل والنسيج في بريطانيا بعمل قانون 8 ساعات عمل وثمان ساعات نوم وثمان ساعات للترفيه والحياة الاجتماعية. وفي نفس الوقت كانت طبقة الإقطاعيين يجعلون العمال يعملون 100 ساعة في الأسبوع، أي أكثر من 14 ساعة في اليوم. وكان من بين العمال أطفال في عمر 12 عاماً، مع إلغاء الإجازات والأعياد، وفي غضون ذلك حدثت ثورات عمالية، وأصبح السلام الاجتماعي في خطر. ووصلت هذه المشاكل لعمال أمريكا في عام 1890، وحينما خاضت أوروبا الحرب العالمية الأولى حدثت حركة عمالية. وفي عام 1919 أتت معاهدة فرساي بمشاركة كل قيادات العالم، فأصروا على توقيع معاهدة عالمية لقانون العمال تحت اسم حركة النقابة العمالية العالمية، واتفقوا أن يكون عدد ساعات العمل 8 ساعات في اليوم، ويتم تطبيق ذلك على كافة دول العالم. وانتبهت شركة فورد للسيارات في أمريكا لهذا القانون وتم تطبيقه، وحقق أرباح سنوية 30 مليون دولار، مما جعلهم يفكرون في الأوفر تايم ومنح العمال إجازات، فحقق مكاسب 60 مليون دولار في العام، وتحديدا في عام 1924. واستمرت هذه الفكرة لسنوات طويلة. وفي عصرنا هذا قررت فنلندا تقليص عدد ساعات الدوام من 8 إلى 6 ساعات يوميا بعد جائحة كوفيد، وذلك بناء على دراسة تقول إن الموظف يعمل بنسبة 48% فقط، وباقي الوقت يهدره في احتساء القهوة والتدخين وادعاء الانشغال بالعمل والاجتماعات الغير مفيدة وغير ذلك. أما التجربة السويدية فقد أسفرت عن اكتشاف حالات صعبة في فكرة تقليص عدد ساعات العمل لبعض المهن، مثل هؤلاء الذين يقومون برعاية المسنين ويقودون الحافلات. كثير من الجيل الجديد يسألون كيف لازلنا نطبق قوانين عمل تم تشريعها منذ 120 عاما، ولا نستمتع بمزايا عصر الانترنت وثورة التواصل والانتقالات والهواتف الذكية والسوشيال ميديا. نحن الآن في عصر الفريلانسر وساعات العمل الأقل مع تحقيق إنتاجية أكبر، وفي نفس الوقت منح العامل والموظف متسعة من الوقت ليحيا سعيدا في الجانب الاجتماعي والترفيهي في حياته. ملخص القول وفقا لرؤية الجيل الحالي، إذا لم تكن مكتسبات الحضارة الحديثة تعطيني الشعور بالاستمتاع بالعمل والحياة، فهي حضارة لا تستحق أن نعيشها.